أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مرحبا بكم في قناة مستر ريتشارد ألبرت. النهاردة بإذن الله هنتكلم على نص منهج اللغة الإنجليزية، هنتكلم على الوحدة 9-16، هنتكلم عليهم في الجرامر فوكابلري، هنتكلم عليهم في اللانجوج نوتس، هنتكلم عليهم في كلمة ومعناها، هنتكلم عليهم من امتحانات السنين اللي فاتت، هنتكلم عليهم من كتب الورك بوك وكتب المدرسة، هنتكلم عليهم بكل شيء. النهاردة هناخد نص المنهج، يلا نبتدي نشتغل مع بعضينا حوالي ساعة ونص بإذن الله، يزيدوا شوية قليلة يقلوا شوية قليلة، بإذن الله هنكون لمينا نص منهج الثانوية العامة في حوالي ساعة ونص. يلا نبتدي نشتغل مع بعض. Number one, the teacher told us that the earth is round the sun. طبعا هتبقى goes round the sun لان دي حقيقة علمية ثابتة، ماليش دعوة بطولد هنا المرة دي، هتبقى goes. Number two, منى promised that she منى وعدت ان هي هتعمل ايه home tomorrow, would be home tomorrow، هتبقى بكرة في الايه في البيت. Number three, منيرة has just told اميرة that they منيرة لسه حنقل الايه لاميرة that they to their friend's wedding tonight that they are going. ليه خدت are going يا مستر؟ اول حاجة هتكلم فيها ان منيرة لسه حال قايلة، يبقى انا مش هحول المضارع لماضي والماضي الماضي تاوي. لو كان عايزني احول واخدها we are going كان يبقى في حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ انه tonight دي تبقى ذات نايت. عارفين لو تونايت دي كانت ذات نايت كنت خدت دي وير جوينج، لكن هنا خدت ار جوينج ليه؟ عشان خاطر هو ما غيرش. نمبر 4، هي سيد ا مومنت اجو، نفس الحكايه برضه مش شويه عشان من لحظه فاتت، ذات هي ايه هيز كار لاست مانث، يبقى هي ايه هي سولد. طيب اعمل ايه تاني اغيرها لهات سولد؟ لا ما غيرش. ليه؟ لان هنا ما غيرليش لاست مانث. تمام. نمبر 5، he said just now that he a new story، يبقى he is reading a new story. Number 6، it is rather late and it's time for you to go to sleep، يعني الدنيا اخرت ومن الافضل انك تروح تنام. The mother is that the children are still awake، يبقى complained الام complained اشتكت. Number 7، at the wedding party yesterday the bride said the happiest day of her life، في حفل الزفاف امبارح العروسة قالت ان that day هذا اليوم كان افضل يوم في حياتها، that day was رقم B. Number 8، some elderly people، بعض الناس الكبار في السن، need special care، يحتاجوا رعاية خاصة، while their families are at work، وعائلاتهم في عمل في الشغل، thus they go to to daycare، بيروحوا daycare center. Number 9، these exercises are some of them are easier than others، هيبقى graded يعني التمرينات دي متدرجة، شوية منهم أسهل من آخرين. Number 10، A work teaches young people good maths if sharing and caring، هتبقى ايه volunteer working، يبقى العمل التطوعي بيعلم الشباب الميزات الكويسة بتاع التشارك بتاع الشيء والايه والرعاية بالناس. Number 11، don't worry about your money، لا تقلق عن الفلوس بتاعتك، the bank has a good البنك عنده good عايز reputation رقم عنده سمعة كويسة. Number 12، he has always been a worker، we trust him، هاخد رقم B. conscious يعني ايه؟ يعني ذو ضمير حي، يبقى هو طول عمره حاط ضمير كويس فنحن نثق فيه. Number 13، there are over 10 A for the job، هيبقى في اكتر من كام من 10 applicants متقدمين للوظيفة دي. Number 14، I'll A you on Saturday morning to let you
know the result of this interview. هتبقى اي كونتاكت هتسيبك بالتليفون بكره عشان اقول لك نتيجه الانترفيو. نمبر 15 if you want to see a doctor. لو عايز تروح الدكتور يكشف عليك. You will need to make an تحتاج انك تعمل ايه an appointment تاخد ميعاد قبل ما تروح. نمبر 16 to be a successful computer programmer. سواء مبرمج كمبيوتر ناجح. You should have certain skills يكون عندك مهارات معينة. Number 17 my little اخت صغيرة is a or an a person she enjoys the company of others. يبقى ايه اختي تكون social person اختي تكون ايه شخصية اجتماعية هي بتستمتع بايه بصحبة الاخرين. Number 18 I my ambition when I became an engineer. يبقى I achieved انا حققت الطموح بتاعي لما بقيت ايه مهندس. Number 19 the dentist told me that he able to treat me until the next day. يبقى عايزني رقم B. طب ليه المرة دي انا حولت will not ل would not دي يا جماعة عشان هطول وهنا حول لي كلمة tomorrow the next day يبقى هو بيديني اشارة في الجملة بتاعتي. Number 20 he said he wanted to be a writer. He said that. ليه خدت ذات عشان بعديها فعل وفعل. Number 21 he admitted that he had arrived late. هو أصر وأقر واعترف أنه وصل متأخر the night before اللي فاتت. Number 22 he wouldn't be able to sleep until he had finished. يبقى he said. Number 23 she asked me whether there before whether I had been there before. هدي خدت had been عشان دي كانت ago اتحولت لـ before. Number 24 my uncle promised he meet me at home. يبقى he would meet me at home. All teachers يبقى all conscientious يعني كل المدرسين اللي عندهم ضمير should enjoy respect لازم يستمتعوا بالاحترام and appreciation والتقدير الصوز الكريم في الشغل بتاعهم. Number 26 he said that he be able to sleep until he had finished this story. Wouldn't be able to sleep until he had finished. طيب ما خدتش didn't ليه؟ عارفين لو كان في عندي هنا اهو فعل تاني بي ايبل تو خدت didn't لكن انا عايز اقول wasn't able to ما لقيتش wasn't يبقى الاقرب للماضي عندي كلمه كلمه wouldn't. Number 27 دينا informed us دينا بلغتنا that her baby isn't هتبقى was crying. ليه خدت was crying؟ عشان في عندي كلمه زن اللي هي كانت بين الاقواس كانت ناو. Number 28 yesterday newspaper said الجريده بتاعت امبارح قالت that he إن هو had signed إن هو مضى a 3-year contract معاهدة من 3 سنين. I told the teacher أنا قلت المدرس إن أنا wouldn't attend the following lesson مش هتتابع الدرس اللي بعد كده. following هي كانت نيكست في الجملة حولت wouldn't. يبقى number 30 he said that هو قال إن it was a busy day in the يوم مجهول. Number 31 he admitted that هو اعترف ان he late the night before. يبقى هاد arrived رقم دي عشان خاطر كانت يستخدم يبقى the night before بحول ماضي ماضي تام. Number 32 my parents promised me that والدي وعدوني ان they gave me a laptop if I succeeded. يبقى they might buy ممكن يشتغولي لابتوب لو نجحت. طبعا عندي اف وماضي بسيط وعايز مايت. نمبر 96 محمود وعد انه مش هيقول لاي حد ما قلت له. تخش على يونت 10 اول جمله عندي بيقول لك شي تو نو هي عايزه تعرف ان هيز سبير تايم وات هي ديد ان هيز سبير تايم ماذا فعل في وقت الفراغ بتاعه. نمبر 2 شي اسكد هيم سالته what he had been doing
since she left him, من ساعة ما سابته. طبعا عارفين المضارع ماضي وماضي ماضي تام، وعارفين since قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، فطبعا المضارع التام لما شلت الأقواس بقى ماضي ايه تام. Number three. Number three. The policeman asked the reporter. الراجل راجل الشرطة سأل المبلغ about عن what he lost، ايه هو اللي فقده when he was jogging، هو بيعمل jogging. Number four. She asked what I was doing at the moment، هي سألت أنا بعمل إيه في هذه اللحظة. Number five. She asked me whether، سألتني عما إذا كان إيه there before، whether I had been there before، عما كنت رحت هناك قبل كده. Number six. I want to know، أنا عايز أعرف. He opened the door. منى did، يبقى طبعا هو مين فتح الباب عشان الإجابة رد عليه قبل مين؟ منى. Number seven. عمر wondered، مو عمر تساءل where the charger، أين التشارجر اللي هو الشاحن was put، وضع. Number eight. He made a just hours before he died. He made a will، عمل وصية قبل ما يموت بساعات بسيطة. Number nine. You would be in a jail، هتبقى سعادتك في الجيل، جيل اللي هو الإعصار. If the weather was إيه، was very إيه، لو كان طقس very إيه، very windy، لو كان عاصف جدا. Number 10. Farm laborers have to إيه all day long in the إيه in the fields، هتبقى toil. العمال المزرعة لازم يشتغلوا جامد جدا طول اليوم في الكول بتاعتهم. Number 11. He is a of the Royal College of Surgeons. He is a fellow. رقم C. هو زميل لجامعة الجامعة الملكية للجراحين. You would be in a blizzard. هتبقى فين؟ في عاصفة ثلجية. If the weather was very، لو كان الطقس snowy and windy، عاصف ومليء بالثلج. Unit 11. My brother works in the finance department. أخويا بيعمل في قسم الفاينانس اللي هو المالي of a large company، في شركة كبيرة. Number 2. He has had to هو عمل since he joined the company، خد خد بروموشنز، خد ترقيتين من ساعة ما التحق بالشركة. Number 3. The company in my town closed last week. الشركة اللي في المدينة بتاعتنا قفلت الأسبوع اللي فات. Leaving 40 people، ثابت 40 بني آدم unemployed بدون عمل. Number 4. You might find it أنت ممكن تلاقيها عاملة إزاي. Consult a financial advisors worthwhile، هتلاقيها تستحق ده لما تشير حد في الماليات ناصح. Number 5. For me a park with tree، بالنسبة لي الحديقة بالأشجار. Is the the ideal the city place to eat for a picnic. Number 6. I think that the new skills، المهارات الجديدة in this course، في الكورس ده will make you more هتخليك أكتر employable، يعني ممكن قابل توظيفك. رقم دي. My brother will on the English course، هيبقى enroll عشان يخش في كورس، يبقى enroll a course، يعني هيلتحق بالكورس. Number 8. Many teachers، كثير من المراهقين think that they have، يعتقد ان هم عندهم the maturity اللي هو النضج او البلوغ to understand يفهموا life probably الحياة بطريقة سليمة. Number 9. The company training courses for its employees، يبقى the company provides بتمد او بتزود بتدريبات او كورسات لموظفينها. Number 10. She someone to tell her the way to the theater. She asked رقم دي، سأل شخص ما يقول لها طريق للمسرح. Number 11. The doctor advised Sally، الدكتور نصح سالي to take the pills، تاخد الغاز الدواء 3 times a day، 3 مرات في اليوم. Number 12. I advised her، نصحتها
to start revising to N رقم E to start and تبدأ المراجعة for this الامتحان. Number 13 أحمد recommended me أحمد نصحني to enroll إن أنا أخش إيه ألتحق بي the new course أخش الإيه to enroll on the new course أخش الكورس الجديد الكورس الجديد. Number 14 هبة suggested هبة اقترحت إيه a new servant as she has some health program هبة اقترحت إيه بقى getting تحصل على خدام جديد عشان خاطر عندها بعض المشاكل الصحية. Number 15 engineering الهندسة is a career is a worthwhile تستحق التعب من تستحق التعب. Number 16 I hope my new skills أعتقد إن مهاراتي الجديدة will get me a هتجيب لي a promotion ترقية. Number 17 my uncle is a teacher عمي ومدرس in the language A at our school department في قسم الإنجليزي في المدرسة بتاعتنا. Number 1 unit 12 you A show your passport when you travel abroad طبعا you have to غصب عن عينك وش بكيفك دي exam خريجي. Number 2 I A walk home yesterday as I lost my money I had to رقم E رقم C. Number 3 you A go to the bank I can lend you some money you don't have to يعني مش لازم تروح للايه البنك انا هسلفك شويه. Number 4 I A to stay at home because I was ill I had to stay كان لازم اقعد في البيت عشان خاطر كنت عيان. Number 5 my mother says ماما بتقول that she will modernize the kitchen to meet our needs هتبقى she will have to رقم C. Number 6 when we were children لما كنا اطفال we didn't have emails ما كانش عندنا ايميلات so we had to عشان في الماضي عشان لما كنا اطفال يبقى had to. Number 7 at her first school في المدرسة الأولانية she had to wear blue uniform she had to مش بكيفها قصدنا هنا في الماضي. Number 8 I really a phone my parents to tell them I'm going to be late home today I must exam داخلي الزام داخلي لازم اتصل بابا وماما اقول لهم ان انا راح اخر النهارده. Number 9 you a take the bus that is another one in 10 minutes يبقى you don't have to رقم ايه انت مش لازم تاخد الاتوبيس ده في واحد تاني جاي بعد 10 دقايق دي مش هتخرب. Number 10 I A take extra English lessons I am fluent in it يبقى I needn't انا مش محتاج اخد دروس انجليزي زياده انا ايه طالق فيه. Number 11 my flat is tidy الشقه بتاعتي مترتبه I A bother myself to get it clean today يبقى I needn't الشقة بتاعتي نظيفة انا مش لازم اتعب نفسي النهاردة bother يعني اتعب او اجهد نفسي او اضايق نفسي عشان خاطر انضفها النهاردة. Number 12 the meal was free for free today الوجبة كانت مجانية النهاردة you needn't have paid ما كانش لازم تدفع ليها النهارده بس انت دفعت فعلا. You should have saved your money اللي اثبت لي الكلام ده ان انت كان لازم توفر فلوسك. ما ينفعش اخد كلمتين انت have to لو قلت انت have to يبقى ما دفعتش لسه لكن انا خدت needn't لان انا دفعت الفلوس بتاعتها. Number 13 we have plenty of time عندنا وفير من الوقت. We drive fast. We needn't لا مش لازم نحن نسوق بايه بسرعه. Number 14 I can't wear the socks مش قادر البس الشراب ده they are full of مليئين من ايه بالجبس الفتحات. Number 16
it may be necessary, من الضروري, to aid the patient to intensive care. يبقى it a. يبقى رقم c number 16. It may be necessary, من ممكن يبقى من الضروري. It may be necessary to move, نحن ننقل المرضى للرعاية المركزة. Number 17. Many modern poems, كثير من القصائد الحديثة, do not follow the, ما تتبعش الـ A, the rules, القواعد رقم B. Number 18. Sometimes noise leads to losing A on our work. يبقى طبعا concentration, تركيز بتاعنا. أحيانا الضوضاء بتؤدي إلى فقدان التركيز في الـ A, العمل بتاعنا. Number 19. We could see the sky through a gap. نقدر نشوف السماء من خلال فتحة. إن ظروف الإيه في السطح بتاعنا. بعد ما خلصنا الجزئية اللي هي على الوحدة 9 و10 و11 و12, هناخد بسرعة تذكرة على الوحدات من 1 ل12 كاملة. يلا معايا نشتغل مع بعض. خالد told me that. خالد قال لي ذات هي he had played لعب باسكت بول the day before, اليوم اللي قبل كده. We are going to interview 5 best A. احنا راح نعمل انترفيو لايه لفايف بيست ايه قبل كانت متقدمين للوظائف رقم دي. نمبر 3. علي A brought food. We already have a lot. يبقى علي needn't have, ما كانش لازم يشتري طعام لان احنا عندنا كتير. نمبر 4. A lot of tourists, كثير من السياح. Stay at the hotel, علي في الفندق ده, because it has good A, لان في good A, good reputation, عنده سمعة كويسة. ناس سياح كتير قاعدين في الفندق عشان خاطر دي سمعة كويسة. Number 5. You A B 17 to drive a car in England. You have to, طبعا مش بكيفك, غصب عن عينك, لازم عندك 17 سنة عشان تسوق عربية في انجلترا. Number 6. علا has a lovely voice. علا عندها صوت lovely and often sings in a ear, ودايما بتغني in a ear, in a choir, في زي في كورال. Number 7. My brother asked me, أخويا طلب مني, if we A to the station, if we went to the station, أخويا سألني لو كنا رحنا للإيه المحطة, نبقى number 7. My brother asked, أخويا سألني, if we went, لو كنا رحنا to the station المحطة. Number 8. My uncle speaks Spanish, عمي تكلم أسباني, because he once worked as the Egyptian A ambassador. عمي بيتكلم اسباني عشان خاطر هو مرة اشتغل سفيري مصري to Argentina, الارجنتين. Number 9. نوال asked me where. نوال سألتني اين. I had dinner, كانت الغداء العشاء بتاعي the night before, اللي فاتت. Number 10. My grandfather جدي left this house to my parents in his, جدي ساب البيت ده لوالدي في في الويل بتاعته في الوصيه رقم سي. نمبر 11. The teacher suggested that, المدرس اقترح ان the exercise again we do, ان احنا نعمل exercise مره ثانيه. The factory, المصنع closed and all the workers, كل العمال were made redundant, بقوا من الوظائف. نمبر 13. I remember to email my cousin today, it is his birthday. يبقى I must, دعوة دعوة قوية, لازم افتكر ان انا ابعت ايميل لصديقي النهاردة عيد ميلاده. Number 14. أيمن can't apply for the job, مش قادر يتقدم للوظيفة. In the bank, في البنك, because he is not A, عشان خاطر he is not A qualified, رقم B, مش مؤهل to do it, يعملها. Number 15. Zaki ordered us, زكي أمرنا, to start, إن نبتدي running around the park, نبتدي نجري حول الحديقة. Number 16. What A did you get in your math exam? What grade, الدرجة اللي خدتها في دائرة امتحان الرياضة بتاعك. Number 17. The teacher told us, المدرس قال لنا, that Russia in Russia is the biggest country in the world. يا مستر دي في طول, ماليش دعوة, دي حقيقة علمية ثابتة, تعامل بيعها مضارع. حقيقة علمية ثابتة تتعامل بالإيه بالمضارع البسيط, ناخد إز. Number 18. We couldn't take the children to the beach,
عشان ناخد اطفال للايه للشاطئ. So we bought them each an ice cream. اشترينا لكل واحد منهم ايس كريم. To make up for it عشان نعوضهم عنه. Make up for يعني يعوض على. Make up for يعني ايه يا جماعة؟ يعني يعوض. خد بالك منها. لالا ليلى says that she is ready now to go to the shops. She يبقى ايه؟ is خدت is ليه عشان says مضارع. Number 20 فاطمة is very ايه؟ She always does her homework carefully and on time. فاطمة تكون ايه؟ رقم بي. رقم بي ايه؟ conscientious. يعني ايه؟ يعني عندها ضمير انها تعمل الواجب الشغل بتاعها ايه؟ بعناية في وقت المطلوب. Number 21 we ايه؟ about the price of a room at the hotel we inquired استفسرنا عن سعر الاوضه في الفندق. Number 22 there was a ايه last night كان في ايه اللي فاتت and many buildings وكثير من المباني were damaged دمرت by the wind والرياح. يبقى رقم سي للصح اللي هو كان فيه اعصار شديد خالص وكثير من الايه المباني اتدمرت. Number 23 father advised me بابا نصحني to go to bed ان انا اروح انام early بدري because I had a test the next day عندي امتحان ايه بكره. Number 24 at what time does the sun set in the evening. ده in the evening لكن لو كان in the morning خط رايز خد بالك. Number 25 the manager is to make us stay in late if we didn't work hard. المدير ساتنت يعني هددها ان خلينا اخرين في الشغل بتاعنا لو ما اشتغلناش بجد. Number 26 should I have fish or meat at the restaurant. يا ترى اكل سمك ولا اكل لحمه في المطعم. I really can't make up my mind مش قادر اقرر. Make up and decide يقرر. Number 27 mother said ماما قالت that we could watch television نتفرج على التلفزيون افطر بعديها عايز اي نجاع على طول افطر فينيشينج بعد ما نخلص او هم الواجب بتاعنا. جراند ماذر تيتا هاز سبنت قضت a lot of time وقت طويل reading since her a retirement من ساعه الايه ما تقاعدت طلعت على المعاش. نمبر 29 هيثم said that it a hot that day. هيثم قال ان ايه it would be ان هي هتبقى ايه حر هذا الايه هذا اليوم. Number 30 who is the a of the United States of the moment who is the president مين الرئيس بتاع الولايات المتحده الامريكيه في هذه اللحظه. خش على الجزئيه الثانيه the police quickly cleared up البوليس بسرعه وضح او كشف the mystery الغموض who took the money من خد الفلوس from the a the bank last week من البنك الاسبوع اللي فات. Number 2 where A on a plane before he flew to Amman. يبقى وائل had never been دي خدت had never been عشان عندي before بعديها ماضي بسيط وقبلها ماضي تام. Number 3 أحمد wants to be like his grandfather أحمد عايز يطلع لجده who has been a big A influence كان ليه تأثير كبير خالص ونعم عليه. Number 4 we had to stand on the bus لازم نستنى في الاتوبيس because a seat was a was taken عشان خاطر every رقم دي عشان لازم نقف في الاتوبيس عشان كل المقعد اتاخد. Number 5 the children did not let the wind stop the a of the picnic الاطفال ما جعلوش ان الرياح توقف ايه the enjoyment المتعه بتاعتهم بتاع البيكنيك. Number 6 my parents والدي aim me to tidy my room before I could go on this weekend. يبقى my parents ايه هتبقى هاد ليه خدت هاد عشان مفيش تو لو كان في تو كنت خدت كنت. Number 7 the information in this report is very old. المعلومات اللي في التقرير ده قديمه خالص. Can you update ممكن ايه تعمل لها ابديت. Look some flowers are being drawn. خد بالك في بعض الزهور ايه بترسموا by the children وسط الاطفال دول
for today's spring festival بتاع الاحتفال بتاع الربيع بتاع النهارده. نمبر 9 you will really like this book in the اكيد هتحب الكتاب ده. The story is القصة ترافيك يعني رائعة. خد بالك من ترافيك رائعة. بور هاني المسكين go to hospital yesterday after he hurt his hand. يبقى كان عندي هات تو كبيرة انه يروح المستشفى امبارح بعد ما اعور ايده. نمبر 11 خالد has an aim to see the doctor at 4 o'clock. خالد كان عنده an appointment كان عنده ميعاد انه يشوف الدكتور يقابل الدكتور او الدكتور يشوف عليه الساعة 4. نمبر 12 ايمان said that Damascus ايمان قالت ان دمشق is تكون the capital of Syria العاصمة بتاعت بتاع سوريا اللي هي سوريا. ما ينفعش نغير المعلومة طبعا. نمبر 13 when you revise لما تراجع take regular breaks قد فترات راحة منتظمة because عشان خاطر it is difficult to to concentrate من صعب انك تركز for more than an hour اكتر من ساعة. نمبر 14 كريم promised that كريم وعد ان هي would phone the following morning or the next morning ان كريم هيتصل بينا بكرة. نمبر 15 منال can speak very good English. البت منال تقدر تتكلم انجليزي كويس جدا 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 but she is not a fluent. بتتكلم انجليزي كويس جدا بس مش ما عندهاش طلاقة. هالة asked علا هالة سألت علا ايه the following day what she would do رقم C. نمبر 17 there was a this morning and many of the roads flooded. There was a downpour كان في مطر كتير خالص وكثير من من الطرق حصل في فيضان. It may be difficult to climb that hill. There are small children at the top. يبقى it can't استحالة يبقى صعب نتسلق التل ده في أطفال موجودين فوق على قمة التل. Number 19 the teacher was angry because two boys were talking throughout the lesson. المدرس كان متضايق عشان في ولدين كانوا بيتكلموا في على طول الحصة بتاع الدرس بتاعه. Number 20 مريم asked me whether we مريم سألتني we went to the park عما إذا كنا رحنا الحديقة. Number 21 my little sister who is Rannana is very good at making up stories. شطوها خالص في تأليف القصص. They are very funny مضحكين جدا. Number 22 the teacher wanted to know which exams IE المدرس كان عايز يعرف ايه الامتحان اللي هيتباص اللي نجحت فيها. Number 23 it was hard to climb the mountain كان مستعب انك تتسلق الجبل but it was a worthwhile كان يستحق. The views from the top were amazing. المنظر من على القمة كان جميل ورائع وبديع. Number 24 wanted to know انا كنت عايز اعرف the name of my friend's cousin اسم ابن عم صاحبي. Number 25 مازن has had a مازن كان عنده a he is now the manager. ده بقى المدير يبقى خد بروموشن ترقى. Number 26 new cars and electrical goods are usually around the world on jet ships يبقى transported يبقى دايما العربيات الجديده والبضائع الكهربائيه دايما بتتنقل حول العالم عن طريق السفن العملاقه. Number 27 it is خلود's first day studying science ده اول يوم لخلود تدرس فيه العلوم at university في الجامعة so she needs to find the science عايز science department قسم قسم العلوم اللي في الجامعة. Number 28 my friend suggested صديقي اصدقائي اقترحوا going ING to the sports club النادي الرياضي after school بعد المدرسة. Number 29 the statue was in the park where many people could see it يبقى position اتوضع في الحديقة عشان كل الناس تشوفه. Number 30 the teacher warned the students المدرس حذر الطلبة not to waste time ألا يضيعوا رقم وقت بتاعهم.
Unit 13. The police knew everything about the murder. البوليس عرف كل حاجة عن إيه عن القاتل. They have taken their investigations. يبقى they must have undertaken. أكيد خدوا كل إيه التحقيقات بتاعتهم. Number 2. Tina A have been at school yesterday. دينا A في المدرسة امبارح. The list of absence didn't include her name. الليسته بتاعت الناس الغايبين مفيش فيها اسمها، يبقى ايه must have been اكيد كانت في المدرسه امبارح عشان اسمها مش موجود في الغياب. سي زي left 2 hours ago تركوا المكان من ساعتين. تمام، يبقى سوزي must have arrived اكيد وصلوا قبل هذا الوقت. ليه بقى يا جماعه؟ قال لي it is not far مش بعيد. نمبر 4 I can't find my hand bag مش لاقي الهاند باج بتاعتي. some a it by mistake someone must have taken it by mistake اكيد حد خدها غلط. Number 5 she not have caught her bus because she would have been here by she can't have caught her bus. Number 6 what a pity he is bleeding terribly بينزف بشدة. He must have had an accident رقم C اكيد حصلت له حادثة. Number 7 she have gone far I just saw her car leave a minute ago يبقى she can't استحالة تكون مشيت بعيد لسه شايف العربية بتاعتها من ايه من لحظات. Number 8 we don't know when earthquake happen ما نعرفش امتى بيحصل الزلزال. They A predicted they can't be predicted لا يمكن تنبؤ بهم. Number 9 دكتور احمد دكتور احمد is a famous surgeon يعني جراح مشهور. He A be clever يبقى اكيد must be clever اكيد شاطر. Number 10 he can hardly walk ويمشي بالعافية. He must be very ill اكيد عيان جدا. Number 11 nothing is kept in the fridge مش حاجة موجودة في التلاجة. He A have eaten all the food يبقى he must have eaten اكيد كان كل الاكل اللي في التلاجة مش لاقيين له حاجة خالص وخدنا رقم B. Number 12 no one is sure where Ali is محدش متأكد اين علي. But we think that he might have gone to see his uncle. نعتقد انه ممكن يكون راح يشوف ايه عمه. Number 13 winning the first prize last night الفوز بالايه بالجائزة الاولى اللي فاتت السنة اللي فاتت must have made اكيد عمل يبقى اكيد هو فرحان. Number 15 I can't remember where I had left my mobile phone انا مش متذكر حطيت في يا منشور يا جماعة ده أنا مش متأكد يبقى عايز might have left إذا فيها نوتشور لكن عارفين لو كانت نوتشور كنت خدت must أو كانت يبقى خدت رقم بي هي might have إيه left رقم بي. Number 16 it ever windy during the night الدنيا كانت عاصفة جدا أثناء الليل. There are leaves all over the ground في إيه ورق شجر في كل الإيه الارض يبقى اكيد must have been اكيد كانت ايه كان عصبة جدا عشان في اوراق الشجر على الارض. Number 17 رامي دراعه مكسور. He A off يبقى he must have fallen off اكيد وقع في سبايك من عجلته في السباق. Number 18 the cup is empty the cup الفنجان فاضي. Mr. حسن must have drunk اكيد شرب الايه الجوز بتاعه. Number 19 she didn't see her brother this morning ما شافتش اخوها هذا الصباح. He ate the flat very early يبقى he must have left اكيد ساب الشقه بدري. Number 20 there is water all over the floor يعني في ميه في كل حته على الارض. You must have forgotten اكيد سعادتك نسيت يبقى ناخد ايه you must have forgotten اكيد سعادتك نسيت to turn off the shower تيجي تطفي الدش يبقى ليه في ميه في كل حته سعادتك بعد ما استحميت الدش شغال على الفاضي. Number 21 look for your pencil in the drawer دور على البنسل بتاعك في الدراور. It a be there next to the ruler يبقى it must be there اكيد هتلاقيه هناك جنب ايه جنب المسطره. Number 22 Maha will wait for her husband. Maha تستنى جوزها. She has forgotten her key. نسيت مفتاحها. She should have brought it. كان لازم تجيب معاها المفتاح وهي جايه ما جبتوش ليه؟ طنط مها. Number
She must be tolerant. أكيد موهوبة. ليه موهوبة يا جماعة؟ She plays the piano. بتعزف على البيانو. And the violin والكمانجا. لوت العود كمان. Number 24. It have been cold there. There is snow on the ground. يبقى أكيد must. يبقى ناخد رقم C. يبقى أكيد الدنيا برد هناك. موجود عندنا جليد على الأرض. Number 25. Her watch A have cost out of money. It is made of gold. يبقى طبعا اكيد هتبقى ايه؟ هتبقى ماست. لازم نقرا الجمله يا جماعه بتاعت ماست بي وكانت بي دي كويس جدا. شوفوا المره دي انا خدت ماست بي في نفس الجمله اللي تحتيها بالظبط او كانت بي. الفرق ايه؟ ان اللي فوق مصنوعه من الجولد وتحت مصنوعه من البلاستيك. شوفوا الفرق لو ما قريتش الجمله للاخر، لو سمحت نقرا الجمله بتاعتنا للاخر. ذات واتش يبقى ايه؟ كانت هاف بين كانت هاف كوست اوت اوف ماني. ات از ميد اوف ايه؟ بلاستيك، مصنوعه من البلاستيك. نمبر 27. Sam didn't take his keys. Sam ما خدش البتاع بتاعه معاه. He have seen them. يبقى he can't، استحاله يكون شافهم. Number 20. I have seen her car outside. شفت عربيتها بره. She must have arrived. اكيد وصلت. Number 29. ابو سمبل تمبل، معبد ابو سمبل is an amazing A of ancient modern engineering. طبعا اكيد هيبقى ايه؟ كومبينيشن، تجميعه ايه؟ جميله من الايه؟ الهندسه الحديثه والقديمه. نمبر 30. بليز بوت ذا ستاتيو ان ذا رايت بوزيشن. لو سمحت حط التمثال في المكان المظبوط بتاعه. اذروايز والا ات ويل فول اوفر، هيقع. نمبر 31. ذا كاندل لايت، الشمعه بتنور. The candlelight ضوء الشمعة. ايه اسمه البارت؟ هيبقى رقم دي اللي منين بتنور. اسمه البارت اوف ذا هوم، جزء صغير من الأوضة. leaving the rest in darkness، بتسيب الجزء الأخراني فيه ايه؟ ضلمة. نمبر 32. waves crashed، الأمواج بتختتم. and pounded at the ايه؟ وبتخبط في ايه؟ the piece، في الأساس أو ذا كليف بتاع الايه؟ الكليف. نمبر 33. some people، بعض الناس ايه؟ long distance while others work close to the home. اها بعض الناس بيعمل ايه؟ بيكميوت، بيركبوا او بيسافروا مسافات طويله، بينما الباقيين بيشتغلوا جنب بيتهم. نمبر 34. The smallest تمثال ايه؟ الصغير. in the museum، في المتحف. was a with a very fine instruments، يبقى رقم او اتنحت بواسطه ايه؟ اله صغيره جدا جميله. نمبر 35. Education is A or an E in the future of a company and its young people. التعليم هو ايه؟ هو investment، استثمار. نمبر ايه؟ في مستقبل الدولة والشباب بتاعها. نمبر 36. The giant drilling machine، الآلة الايه؟ الحفر الايه؟ العملاقة. dug a tunnel، بتحفر ايه؟ نفق. with a ايه؟ a diameter بايه؟ بقطر over 15 meters، اكتر من 15 متر. نمبر 37. to protect the environment، عشان نحمي البيئه. it is a must، من الضروره. to ban carbon dioxide، لازم ايه؟ نمنع ونحرم carbon dioxide، ثاني اكسيد الكربون. emissions رقم ايه؟ اللي هي الايه؟ انبعاثات بتاع ثاني اكسيد الكربون in the atmosphere، في الجو. نمبر 38. the daily journey of some ايه؟ to the work cost a lot. طبعا رقم ايه؟ رقم دي كوميوترز، يعني الرحلة اليومية بتاع الناس المسافرين كل يوم العمل بتاعهم متكلف فلوس كتيرة. نمبر 39. in case of fire، في حالة النار. hospitals and factories should be ready for a power cut. طبعا لازم يكون الايه؟ المصانع والمستشفيات جاهزة لايه؟ انقطاع كهربائي. نمبر the commuters. نمبر 40. the commuters، المسافرين. were stuck، اتعطلوا في المترو. in the metro for 3 hours، من 3 ساعات. because of the power failure، بسبب ايه؟ الكهرباء. نمبر 41. the quickest way for Sousen، اسرع طريق لسوسن. to get to school، تصل المدرسة. is to a train، is to take a train، تاخد ايه؟ القطار. خش على 14. فرح the favorite musical، طبعا instruments، آلة الفرح الموسيقية. is a violin كمان. number 2. cooking oil is a from the seeds of certain plants، طبعا يبقى extracted، بيستخرج. رقم دي. number 3. a tree is a
supports a mass of branches and leaves. طبعا يبقى الترنك يا جماعة، لان الترنك ده بيعمل ايه؟ بيدعم الافرع والاوراق الشجر، بعكس ما نتكلم بعد شوية عن البارك. البارك بايه؟ بيحمي، بروتكت. الفرق بين الترنك والبارك ايه يا جماعة؟ الترنك بيسبورت بيدعم، لكن البارك بيعمل ايه؟ بيبروتكت بيحمي. نمبر 4، if you leave bread out too long، لو سبت العيش برا فترة طويلة، it will ايه؟ it will harden، هي ايه؟ هي ينشف. نمبر 5، nowadays toothpaste comes in a في هذه الايام عجول الاسنان بيجي in a that you squeeze from the bottom، اكيد طبعا في التيوب، في انبوبة بتعصرها من القاع. نمبر 6، the ايه that grows on a tree protects it، دخلنا على الايه اللي بروتكتس يبقى ايه؟ يبقى البارك اللي هو اللحاء. نمبر 7، when I paint لما بدهن I need to use ترابنتين، محتاج استخدم زيت الترابنتين to thin the paint عشان خاطر ايه؟ سن اخفف الايه؟ الدهان، عشان الفرشه بتاعت الدهان تمشي في ايدي وانا بقى ايه وانا بدهن. نمبر 8، please put those books in the study، لو سمحت حط الكتب دول في الاستادي ايه؟ كاربورد بوكسز، في الصناديق اللي هي معموله من الكاربورد اللي هو الكرتون المقوى. نمبر 9، the water formed، الميه كونت ايه؟ after the stone fell in، بعد ما الايه؟ ما الحجره وقع فيها، طبعا كونت رينجز. لو انت حتى رحت عند اي مجرى مائي، بحر او ترعه او حتى اي حاجه، ورميت طوبه هتلاقيها بتكون حلقات في الايه؟ في الميه. نمبر 10، هاو از ات بوسيبل تو ايه؟ كيف يكون من ممكنك تعمل ايه؟ ذا ايج اوف تري، طبعا كالكيوليت تحسب عمر الشجره. نمبر 11، if you had studied more، لو كنت ذاكرت اكتر، you ايه have passed the exam، you might have passed the exam، كان ممكن تنجح في الامتحان. نمبر if a plant doesn't get any water، لو النبات ما خدش اي ميه، it ايه؟ it dies، على طول حقيقة على المياه ثابتة بيموت. نمبر 13، if I were you، لو كنت في مكانك، I ايه more time studying، I would spend رقم if you are in the rainforest، لو كنت في غابة مطيرة، you ايه rain almost every day، يبقى you see رقم B اللي صح. Number 15، if you ate all night you will be exhausted as the time of the rest، طبعا if you study، لو انت درست طول الليل هتبقى تعبان في وقت الايه؟ الاختبار. Number 16، if you ate earlier you wouldn't have missed the train if you had left، لو كنت مشيت بدري ما كنتش فايتك القطر. خد بالك ده جه في نموذج الوزاره وجه في امتحان السودان. نمبر 16، if علي had taken the 6 o'clock train، لو كان علي خد قطر الساعه 6 اللي يحصل؟ he wouldn't have been late، ما كانش هيبقى متاخر for the meeting، على المقابله او على الاجتماع. نمبر 17، if he ate the exam، لو هو ايه الامتحان، he would have failed، يبقى if he ate had taken، لو كان دخل الامتحان كان سقط. نمبر 18، if you regularly water a tree، لو انت كل يوم بتروي الشجره، it ايه؟ it grows better، هتبقى احسن، طبعا الحقيقه الايه؟ الثابته. نمبر 19، if you put water in the freezer، لو حطيت الميه في الفريزر، it turns to ice، بتحول ايه؟ لتلج. نمبر 20، if metal is heated، لو المعدن اتسخن، it expands، بايه؟ هي ايه؟ هيتمدد. حقيقة ثابتة. خد بالكم الجملة رقم كام؟ 18 و19 و20 حقائق ثابتة. نمبر 21، if he hadn't helped me، لو ما ساعدنيش with some money، مع بعض الفلوس، I able to buy a new car، يبقى I wouldn't have been able، ما كنتش قادر اشتغل ايه؟ العربية الجديدة. الله يا مستر، ما انا عندي هدو التصريف التالت اهي، يبقى عايز ايه؟ يا ود هاف التصريف التالت، يا ود انت هاف التصريف التالت. اللي يحكمني بين دي ايه؟ هنا المعنى، ده شغل الثانوية العامة اهو، المعنى بتاع الجملة، معنى الجملة، معنى الجملة. لو هو ما ساعدنيش ما كنتش اشتريت العربية، ما ينفعش لو هو ما ساعدنيش كنت اشتريتها ازاي؟ معنى الجملة هيحكمني، لو سمحتوا ركزوا معنى الجملة.
Number two, we need to. If Mona had come 10 minutes earlier. لو منى جت من ايه؟ من 10 دقايق. She ate her boss. She would have met. كانت قابلت الايه؟ البوس. بس طبعا ما قابلتوش. Number 23. If you look at the sun. لو بصيت في الشمس. You will damage your eyesight. هتبوظ ايه؟ عينيك. بوظ نظرك. 24. ما تقعدش كتير خالص. You wouldn't have had فلازم ما كنتش كان عندنا فيضانات. Number 25. If you had come 5 minutes later. لو جيت بعد 5 دقايق. I would have left. كنت ايه؟ كنت سبتك ومشيت. ما كنتش لقيتني. Number 26. The A is like our skin. A اللي شبه الجلد بتاعنا. It protects the living part of the tree. بيحمي الجزء العايش من ايه؟ من الشجرة. اكيد طبعا البارك اللحاء. Number 27. Every year soft A blows the bark of a tree for new wood. كل سنة soft A soft cells يعني خلايا ناعمة تحت اللحاء بتاع الأشجار بتكون خشب جديد. Number 28. Traveling presents new exciting experiences. السفر بيقدم لنا خبرات جميلة وجديدة. Which I may not count. ما اقدرش اعدها. Number 29. Plants change the energy from the sun into النباتات بتغير الطاقة اللي بتجيلها من الشمس إلى إيه؟ إلى chemical energy. يعني إيه؟ طاقة إيه؟ كيميائية. If your expression or voice لو التعبير بتاعك أو صوتك إيه؟ You begin to look unfriendly. يبقى أكيد لو إيه؟ لو الصوت بتاعك أو التعبير بتاعك hardens اتجمد هيبقى أنت إيه؟ بدأت تبقى مش في صديق مش ودود. Number 31. Ali's father has started a business by setting up a shop. أبو علي بدأ بزنس بأن قامت إيه؟ محل سيلينج بيبيع musical instruments أدوات إيه؟ موسيقية. Number 32. The A is the strongest part of the tree. إيه هو أقوى حاجة في الإيه؟ في الشجرة تعال إيه؟ البارك. Number 33. The cover of this book is made of الغطاء بتاع الغلاف ده مصنوع منين؟ من الكارد بورد اللي هو كرتون الإيه؟ المقوى. If the money he had been enough, he would have built a new hospital. يعني لو كانت الفلوس اللي معاه كافية كان إيه؟ كان بنى مستشفى جديدة. Number 47. The mother used A to remove the bent stain on the coat. الأم استخدمت إيه عشان تشيل الدهان اللي على البلطو؟ يبقى ترابنتين رقم إيه. Number 48. Mother asked me to. ماما طلبت مني إن أنا أعمل إيزي سنايف يبقى شاربن أخليها حادة. أخلي السكاكين حادة. As they don't cut بغير عشان بتعوش كويس. Number 49. Oils are A from plants. يبقى are extracted. يبقى الزيت بيستخرج من ايه؟ من نباتات. Number 50. We can calculate the age of a tree by counting its rings. نقدر نعد عمر الشجرة بعد الايه؟ الحلقات بتاعتها. Number 51. If it freezes tonight, لو جمدت النهاردة, we heaters out around the orange trees. لو freezes يعني لو تلج النهاردة يعني كانت جمدة النهاردة we will place هنحط الايه الهيترز الايه الدفايات حوالين الايه الاورنج تريز اشجار البرتقال. Number 52. If the heart stops working لو الايه لو القلب توقف عن العمل this soon follows الايه بيتبعه الايه الموت. I always a severe headache if I spend much time on the computer. I always get انا دايما بيجي لي صداع شديد لو انا قضيت وقت كتير خالص على الكمبيوتر بتاعي. Number 54. How long a away if she chooses Paris? How long will she be away? هتبقى قاعده قد ايه بعيدا لو اختارت ايه باريس. Number 55. He understand the lesson if he read the summary. هتبقى ايه؟ هتبقى
would. طب ليه يا مستر خدت would؟ ما هون عندي read read read. انا خدت would ليه؟ لان read دي ماضي، عرفت انها ماضي. لو كانت مضارع كانت تبقى هي reads، لكن دي هنا فعل ايه؟ فعل ماضي. يبقى would هي understand the lesson if he read the ايه the summary. Number 56. If we planted trees، لو احنا زرعنا شجر، then we eat cleaner air، then we will have a cleaner air، هيبقى عندنا هواء ايه نقي. Number 57. If they found their company، they will run it on their work. الله يا مستر انا خدت فاوند دي. فاوند دي يعني ايه؟ يعني يجد؟ لا، فاوند يعني يؤسس. لو كانوا اسسوا شركتهم هم سوف ايه يديروها في الشغل بتاعهم. نمبر 58. What would you have done if you had been asked، رقم دي if you had been asked، هتعمل ايه لو سئلت او طلب منك انك تنظف الايه الملعب. If you are an organized person، you will manage رقم سي، انت هت ايه هتدير وقتك. Number 60. فاطمة would have spent summer holiday in شرم الشيخ. فاطمة كانت تأدي اجازة بتاعتها في الصيفية في شرم الشيخ. If she had won، لو كانت فازت إذا فازت سواء الجائزة الأولانية in the art competition في مسابقة الـ AAS. Number 61. If you mix yellow and blue، لو انت خلطت الاصفر على الازرق، you get رقم سي، هتحصل على ايه؟ على الجرين الاخضر. Number 62. The A that grows on a tree protects it، الـ A اللي بيتزرع على الشجرة بيحميها، هيبقى الـ A البارك رقم سي. Number 63. When I bent I need to use A to send the A the bent، لما باجي أدهن أنا بحتاج إن أستخدم إيه الترابنتين عشان خاطر أخفف الإيه الدهان. Number 64. يبقى please put this box in the study cardboard box، لو سمحت حط الكتب دي في الصناديق المعمولة من الكرتون. Number 65. The water formed A after the stone fell in، الووتر فورم كونت ايه رنجز حلقات بعد ما ايه بعد ما الحجاره ايه وقعت. نمبر 66. How is it possible to calculate، كيف تقدر تحسب the age of the tree، عمر الشجره، يبقى عايز كالكوليت رقم ايه. نمبر 67. If you had studied more او ذاكرت اكتر، you ايه have passed the exam، you might have، ممكن تنجح في الامتحان. 68. If a plant does not get any water، لو النبات ما خدش ميه، it A it dies، طبعا رقم B. Number 69. If I were you I A، لو كنت في مكانك I would spend more time studying، كنت أقعد كتير إيه أذاكر فيه. If I were you I would، طبعا حافظينها. Number 70. If you are in the rainforest، لو كنت في غابة مطيرة، you A rain almost every day، يبقى you see number B. Unit 15. I wish I ate the manja، يبقى I wish to speak to the manja. Number 2. I wish I could have the stamina to go on a diet in the days to come، يعني أتمنى يبقى عندي قدرة التحمل على الدايت في الأيام اللي جاية. Number 3. I wish I remembered when I first met him، طبعا كان نفسي الاقي هاد ريمبر عشان اخدها بس ما لقيتهاش، فمش ماضي تام، اخد ماضي بسيط. نمبر 4. if only we a مكه once again، يبقى if only we would visit مكه once again. نمبر 5. she wishes she a in my place now، يبقى she wishes she were in my place now، اتمنى تبقى في مكاني دلوقتي. Number 6. I wish I A where I left my jacket، يبقى had known عشان كلامي في الماضي، يبقى عايزة تمني ماضي التام. I wish I had known where I left my jacket. Number 27. I wish I A my time last weekend،
يبقى hadn't twist عشان كان في الماضي hadn't twist. number 8 I wish I A better in the last exam يبقى had done عشان last exam في الماضي. number 9 طبعا عارفين لو كان تمني في المضارع يبقى في الماضي والماضي يبقى ماضي تام. وعندي اتكلم عن المستقبل تبقى would ولو كان عندي الفعل هو هو المفعول تبقى ايه تبقى could. number 8 I wish I A better in the last exam قلنا had A had done. number 9 I wish I A where my friends are I wish I knew لي رقم G عشان عندي مضارع يبقى عايزها في الماضي. number 10 سلوى is penniless she wishes she spent all her money يبقى hadn't spent. number B number 11 I wish I A to the theater yesterday تبقى had gone. number 12 Dalia regrets not finishing her work yesterday she wishes she هتبقى had finished طبعا عارفين regret يعني يندم على حاجه ولما الاقي regret يبقى عايز اعديها ماضي ايه التام. 13 I wish she A she had passed انها تكون نجحت successfully last year. number 14 I feel very sick I wish I A all that chocolate yesterday يبقى hadn't eaten اتمنى ما كنتش كلت الشوكولاته دي كلها امبارح لان انا عيان. number 15 What I said yesterday ما قلته أمس upset my close friend ضايق صاحبي. I wish I أتمنى إن أنا hadn't said so ما كنتش قلت هذا الكلام. number 16 I wish I A go to the stadium tomorrow I wish I could go to the stadium tomorrow أتمنى أروح للإستاد إيه بكرة يبقى خدنا كلمة إيه كلمة could. number 17 He works as a news A for Nile TV يبقى correspondent مراسل A بيعمل كمراسل أخبار في تلفزيون النيل. number 18 she retired after A&E career in journalism طبعا successful هي هي تقاعدت بعد عمل ناجح في الإيه في الصحافة. number أو في الجورنال. number 19 the lack of skills نقص المهارات some young men into low pay jobs يبقى تاخدنا ايه turned حولت بعض الشباب الصغيرين لوظائف بياخدوا فلوس قليله فيها. number 20 that is the most a film I have ever seen هيبقى depressed خدت depressed ليه عشان خاطر انا عايز صفه عشان ده اسم. number 21 my friend has recently a prize يبقى has won a prize فاز بجائزة in a poetry competition في مسابقة الشعر. number 22 A have been searching the river for the missing box all day يبقى ايه divers رقم B الجماعة غواصين عمالين يبحثوا طول النهار في الفن في النهر على الصندوق الايه المفقود. number 23 They are A their sister's wedding next week يبقى طبعا زي ار سيليبريتنج بيحتفلوا بزفاف اختهم الاسبوع الجاي. number 24 اول نون ايه از اوبننج نيو جيم داون تاون يبقى ايه اول نون سيليبرتي يعني شخص مشهور بيفتح ايه جيم جديد جنب ايه في وسط المدينه. number 25 I think someone may have a today's newspaper by mistake may have thrown away اعتقد ان شخص ما رمى الايه الجريده بتاعتنا بالخطا. number 26 I have an old car I have an old car انا عندي عربيه قديمه I wish I had a modern one number A عشان التمني بتاعي في المضارع يبقى هناك يبقى اكمل في الماضي. number 27 Oh I didn't bring my mobile انا ما جبتش الموبايل بتاعي I wish I ate it اتمنى I wish I had remembered it اتمنى ان انا كنت جبته. number 28 I wish مها A let me use her mobile I wish مها would let me use her mobile. number 29 he became a sporting A after winning the gold medal يبقى sporting A celebrity رقم B. number 30 my sister works as a TV correspondent
اشتغل مراسلة تلفزيونية. She reports news from London. بعتلنا أخبار من لندن. Number one. Number one. I spent the whole day on the beach. أنا قضيت اليوم كله في الإيه على البلاج. I got أنا حصل لي إيه خدت sun إيه sun burn رقم إيه. Number two. The atmosphere غلاف الجوي. A most of the sun's harmful A rays أكيد observes يعني بيمتص معظم الإيه الأشعة الضارة اللي جاية من الشمس. Three, some storms بعض العواصف are very unusual غير عادية جدا and may or ممكن cause تسبب تدمير فظيع. Number four, we couldn't see ultraviolet rays ما نقدرش نشوف الأشعة الفوق بنفسجية but they are sorry but they can still damage our skin لكن يدمروا ايه في الجلد بتاعنا يبقى احنا ما نقدرش نشوف الاشعة الفوق البنفسجية ولكنهم بيدمروا الجلد بتاعنا. Number five when it occurs everything goes dark يبقى اكيد eclipse رقم بي لما كسوفات بتحصل كسوف الشمس كل شيء بتبقى ضلمة. Greece and Spain اليونان and اسبانيا are in southern Europe في جنوب اوروبا. Number seven, an eclipse of the sun, كسوف الشمس is a strange natural phenomenon. يبقى كسوف الشمس ظاهرة طبيعية غريبة. طبعا خد بالك ان فينومنا ام ان المفرد لكن ام ايه الجمع. Number eight, storm A are people who find and follow storm. يبقى chasers رقم ايه اللي هم مطاردين الايه العواصف هم الناس اللي بايه بيتبعوا الايه العواصف. Number nine, the weather forecast النشرة الجوية says بتقول that there will be a sandstorm tomorrow في عاصفة رملية بكرة. Number ten, many countries suffer from عديد من الدول بتعاني من ايه so they need to use water more بيحتاجوا يستخدموا مية اكتر يبقى عايز ايه دراتس من الجفاف. Number 11, unusual weather is becoming more الطقس غير العادي اصبح more ايه more common شائع جدا at present وقت الحالي. Number 12, at the beach على الشاطئ people's skin can become darker الجلد بتاع الناس ممكن يبقى اكتر darker because they are exposed to ان هم معرضين ل ultraviolet rays الاشعة فوق البنفسجية. Number 13, A you were in China لو كنت في تشاينا what food would you eat ايه الطعام اللي هتاكله يبقى قصده هنا هو ايه suppose افترض ان انت موجود في تشاينا هتاكل طعام ايه لان انا عندي المغرب suppose بتساوي ايه بتساوي F. Number 14, I would have enrolled on the accountants course انا كنت اخش فين في كورس المحاسبات but for its high cost طبعا هنا بتفور اللي هي يعني اذا لم بس بيجي بعدها طبعا ايه النون بعكس هنا اهو unless لو هاخد unless لازم يجي عليها فعل وفعل ما ينفعش اخد طبعا شو ده لاني مش حاسس في اف ولا بفور ذات لان دي بتساوي اف معنى الجمله ما يسمحش بكده. Number 15, A his unexpected death he would have been the world wrestling champion several times هتبقى but for but for هي ايه but for طب ليه يا مستر ما خدتش if it weren't for if it weren't for بتساوي if في الحالة التانية يبقى عايز اقول المصدر لكن انا عندي جواب الشرط النهارده would have for التصريف الايه التالت لان في عندي would have for التصريف التالت يبقى اخد مين اخد but for تمام. خش على بعديها. Number 16, the rainbow cause المطر is a that occurs after it has just rained اكيد طبعا فينومينا اللي هي ظاهره بتحصل بعد الايه بعد المطر. My grandfather جدي cannot read the newspaper ما عرفش الجريده now دلوقتي because there is something wrong with his ear عشان في مشكله في his ear with his sight في النظر بتاعه. Not only study storms but they also follow and understand them طبعا قصده على مين على ستورم تشيزر يا جماعه اللي هم بيطاردوا الايه مطاردي الايه العواصف
هم مش بس بايه بيدرسوا العواصف ولكنهم كمان بيفهموها ويتبعوها. نمبر 19 ذا اكسنت اي ات 8. طبعا اكسنت الحادثه مالها اوكيرد حدثت الساعه 8 وين ايفرون لما كان كل واحد واز اون ذا واي تو ورك في طريقه للشغل. نمبر 20 الكسندريا از ان ذا اي اوف ايجيبت اسكندريه از ان ذا نورث اوف ايجيبت شمال مصر. نمبر 21 ايه شي بي مور كيرفول شي وودنت هاف بروكن هير ليج. يبقى طبعا هاد شي بين هاد شي بين مور كيرفول شي وودنت هاف بروكن هير ليج. نمبر 22 I could never have found such a good job. ايه thank you انا ما كنتش الاقي وظيفه دي خالص كويسه اشكرك. يبقى قال له ايه if it hadn't for your help لو ما ساعدتنيش. نمبر 23 ايه هي a proper plan it wouldn't waste his time. طبعا هاخد هاد هسيب في الحاله الثانيه لان هنا اداني وود وطبعا اف ماضي وود. طب ما خدتش اف ليه؟ فين الفعل عشان اخد اف؟ ده مفيش فعل وعندي جواب الشرط بتاعه يبقى اخد كلمه هاد هسيب اف لايه؟ الحاله الثانيه. طب ما خدتش وير ليه؟ يبقى وير هي تو هاف بروبر بلان. تمام؟ 24 ايه ريننج وي وونت بي ايبل تو فينيش ذا جيم. هاخد رقم سي should it stop دي هحذف في الحاله الاولى لان اف الحاله الاولى بحذفها احط مكانها should او احط الثانيه. طب انا اعرف منين الحاله الاولى؟ جواب الشرط بتاعي هنا عندي ايه want اللي هي الحاله الايه الاولى. نمبر 25 he arrived early yesterday he could have attended the conference. طبعا هنا he could have attended ده ايه هقفل الحاله الثالثه. عايز اخد اف تعال يا اف تقول لك لا ما تجيش ما تجيش ليه يا اف المره دي؟ ما تجيش النهارده لان عايز اف عايزها هاد وتصريف التالت. انا عندي تصريف تالت بس يبقى ايه؟ يبقى النهارده كلامي على كلمه هاد يبقى هاد هي ارايفد ايرلي يعني اف هي هاد ارايفد ايرلي. انا استخدمت النهارده هاد بمعنى اف هي هاد ارايفد ايرلي يسترداي هي كود هاف اتندد ذا كونفرنس. كان رقم بي. نمبر 26 A train heavily I would stay indoors. يبقى if ما ننفعش if ما ننفعش if ليه؟ لو انا خدت if تبقى دي rained في الماضي لكن انا عايزه if الحاله الثانيه if الحاله الثانيه وبعديها مصدر يبقى مفيش قدامي الا كلمه should دي حذف if الحاله الايه الثانيه. يبقى should train heavily it I would stay indoors. Number 27 you can drive my car A you are extremely careful هتبقى if you are extremely careful. Number 28 A you invest your capital well you won't make a profit يبقى unless. Number 29 unless he A me I wouldn't have been able to finish the work يبقى unless he had helped me. هنقص الحالة التالتة زي اف الحالة التالتة بالظبط. نمبر 30 ايه هي enough money he would buy a new car يبقى had he enough money. طب النهارده ما خدتش ليه should؟ لو هاخد should يبقى هنا في مصدر فعل. لو هاخد where يبقى في طول مصدر. يبقى اف الحالة التانية حذفتها بايه بهاد المرة دي. ما ينفعش اكتب اف هنا ليه؟ عشان اكتب اف هنا لازم يكون في فعل ماضي هنا وهنا ما عنديش فعل ماضي عشان اخد اف. ما ينفعش احط و عشان عايزه تول مصدر. ما ينفعش احط شود عايزه مصدر. الوحيده اللي تمشي صح هي هذا الرقم دي. نمبر 31 اي يو نيد اني انفورميشن اسك صلاح يبقى شود. ليه خدت شود يا جماعه؟ هنا عايز يقول له اف يو نيد اني انفورميشن اسك صلاح عايز يحط اف ما لقيتش اف عندي ما لقيتش ايه؟ اف فاقدر احط ايه بخلاف اف؟ شد بحذف اف في الحاله الاولى.
Number 32. The developments in medical research, many patients would have died. يبقى without بدون التطورات في البحث الطبي كان كثير من المرضى هيموتوا. يا مستر ما خدتش لي if it weren't for ما بتسوي without ما خدتهاش ليه؟ ما خدتهاش عشان دي عايزه would والمصدر بس، لكن هنا عندي would have والتصريف الثالث، يبقى تاخد وزود غصب عن عين. لو كانت دي if it hadn't been for كنت خدتها. Number 33 without his help I is a job I am really very thankful to him. يبقى without his help I wouldn't have taken. بدون مساعدته ما كنتش خدت الوظيفة دي، انا شاكر جدا دي. Number 34 had it rained so heavily يعني معناها if it had rained so heavily we عايزة دي if الحالات التالتة يبقى we wouldn't have had اللي رقم floods. خد بالك من معنى الجملة، وانا عندي الحالة التالتة كملها بدي او بدي، انا خدت دي ليه؟ معنى الجملة اللي حكام دي. Number 35 you work harder you will fail your exam unless اذا لم تعمل بجد ونشاط راح تسقط في امتحانك رقم دي. Number 36 had he read yesterday's newspaper قصده اف الحالة التالتة قصده اف he had read yesterday's newspaper he would have known everything رقم E رقم C. Number 37 should they work hard should they work hard يعني if they work hard they will earn enough money to live on الحالة الأولى حذف اف الحالة الأولى. Number 38 I won't marry him even if مش هتجوزه حتى لو he is the last person in the on earth مضارع والحالة الأولى. Number 39 if it a for your help if it hadn't been for your help or if it weren't for your help يدي يدي اختار انهي واحدة في الاثنين طبقا لكلام جواب الشرط. جواب الشرط بيقول لي ايه would find would find يعني ايه يعني عايز الحالة التانية اللي هي weren't. يبقى if it weren't for your help I would find it difficult to understand my lesson. تمام خش على الجزئية اللي بعديها. اخر حاجة عن مراجعة الوحدات من 1 ل 16 منها كامل. يلا نخش مع بعضنا. هيبقوا 3 اجزاء كل جزء 30 جملة. اول جزء you a put your coat on the floor now it's dirty يبقى اكيد you shouldn't have ما كان يجب عليك انك تحط البلطو بتاعك على الارض او دلوقتي يتوسخ. Number 2 water boils at 100 degrees centigrade رقم B المية بتغلي عند 100 درجة مئوية. Number 3 if you a red and green bent you get brown bent يبقى if you mix لو ساعتك خلطت اللون الاحمر مع اللون الاخضر هتحصل على اللون الايه البني. نمبر 4 محمد does a lot of charity work محمد بيعمل كثير من الاعمال الخيريه in his neighborhood في النيبرهود بتاعته في الجيره مع جيرانه يعني. نمبر 5 if احمد had read the book لو احمد قرا الكتاب ده he what happened at the end يبقى would have known عارف في الحاله الثالثه ماضي تام وتهاب في التصريف الثالث. Number 6 the Nile the floods used to the every year يبقى the Nile the floods used to to occur كان يبقى الفيضان بتاع نهر النيل يتعود انه يحصل كل كل سنه طبعا قبل السد العالي بطل يحصل. زينب very surprised when she won the art competition she didn't think her painting was very good يبقى must have been very surprised زينب اكيد كانت مندهشه جدا لما فازت بجائزه الاي رس كانتش متوقعه ان الرسم بتاعها هيبقى كويس جدا كده. Number 8 we all know about the film because it had a lot of a كلنا نعرف عن فيلم عشان فيه كثير من من الببليستي الشهره. Number 9
is very hot today. I wish it was cooler. أتمنى إن هي كانت تبقى أحسن عشان في المضارع أو في الماضي. Number 10. Have you ever been a by a bee? هناخدها رقم ب اللي هي السنج. هل عمرك قبل كده تعضيت بصيلة نحلة ونحلة قرصتك؟ Number 11. I left my bag and شنطتي on the bus في الأتوبيس. I wish that I had been more careful with it. أتمنى إن كان لازم أكون حريص بيها. طبعا ده ماضي وده ماضي إيه تام. Number 12. This insect is a. It's smaller than a bee. هذه الحشرة is a. It's tiny. ده طبعا العين المجردة. الأصغر منين من النحلة. Number 13. The cafe. القهوة أو المقهى اللي الناس بتقعد عليها. Always closes. دايما بتقفل مبكرا. I wish it would stay open a bit later. أتمنى إن هي تفضل فتحة وقت إيه بعد كده. How can scientists زي العلماء is the age of a tree? How can scientists calculate إزاي العلماء يحسبوا the age of a tree عمر الشجرة؟ Number 15. Sarah wishes she see her cousin more often, but they live in a suit. سارة بتتمنى ان هي ايه كود عشان سارة هي الشي اخد كود. لكن لو كان حد سارة لو هنا امسا قالوا علي وش الشي كنت خدت كود. لكن انا خدت ايه كود عشان سارة بتسوي ايه الشي. Number 16. The A of this room is about 3 meters. يبقى the A the wide رقم دي اتساع بالأوضة دي بتاع الأوضة دي حوالي 3 ايه متر. Number 17. You can borrow this book that still في الكتاب ده as long as طالما ان انت ايه look after it تعتني ايه تعتني بيه. Number 18. In golf it is best if you can hit the ball hard. طبعا في لعبة الجولف من الافضل انك تضرب الكرة ايه بشدة. طبعا هارد بشدة لكن طبعا هارد دي بالعافية انا خدت هارد 50 هي بشدة. Number 19. There is a lot of traffic on the roads. في كثير من الـ من الخناقات المرورية في الطريق today النهاردة. So we might be late ممكن نكون متأخرين. Number 20. All the bridges used to be made of wood. الكباري القديمة كانت مصنوعة من الخشب. But modern ones لكن الحديث are usually made of concrete رقم مصنوعة من الخرسانة الحديثة. يبقى الكباري القديمة كانت بتصنع من الخشب لكن الحديثة مصنوعة من الخرسانة. سامي is feeling ill. سامي يشعر بالإيه بالعياء. I think he is to see a doctor. يبقى طبعا هي ought to رقم B. ليه ما خدتش شوت عشان في تو بعديها. Be careful with that glass vase. خد بالك من إيه من الفازة الزجاجية دي. It is valuable دي قيمة. Number 23. That you lived by the sea, what would you do every day? Imagine رقم C اللي هي بتساوي F. تخيل لو انت عايش جنب الايه جنب البحر يا ترى هتعمل ايه كل يوم. Number 24. We don't need that old paper bag. مش محتاجين ال old paper bag دي. You can throw it away. ممكن ترميها بره. Number 25. Don't go to that restaurant. اياك تروح المطعم ده. Unless you like the Chinese food, إذا لم تكن بتحب أكل الإيه الصيني. If it doesn't rain soon, لو ما طرتش حالا, there will be a drought. هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه جفاف. لو ما طرتش دلوقتي هيبقى فيه جفاف. رقم دي. Only open the door, افتح الباب, in case of emergency, حالة الطوارئ. Did you know that the A of the moon is 3474 كيلومتر. هل تعرف ان الدايمتر اللي هو القطر بتاع بتاع القمر 3474 كيلومتر. Number 29. I won't go to the park if you. انا ما اروحش الحديقة if you don't come with me. لو ما جيتش معايا. Number 30. We felt great شعرنا بالgreat when we heard that we were leaving school. شعرنا بجريت سادنس حزن عظيم لما قلنا ان احنا نسيب مدرسة وايه ونمشي. يا الحزن البالغ اللي احنا شعرنا بيه لما عرفنا وسمعنا ان احنا نسيب المدرسة بتاعتنا.
Number one, the rays of the sun, أشعة الشمس. Illuminate يعني بتنور زي إيه the statue والإيه التمثال. Number two, you wash the car. The man at the garage will wash it tomorrow. You needn't. مش مستحق إن أنت تغسل العربية. الراجل اللي بيشتغل في الجراج هنضيفها بكرة. Many modern houses have solar A, solar panels. كثير من البيوت الحديثة فيها solar panels اللي موجودة on the roof على السقف بتاعها أو على السطح to get energy عشان يحصلوا على الطاقة من إيه من الشمس. Number 4, حسن has worked hard for the test. حسن اشتغل جدا ونشاط من أجل الامتحان. I'll be surprised if he هبقى مندهش if he if he doesn't pass. لو ما ايه لو ما نجحش في الامتحان عشان مضيع مستقبل. The bottom of the shoe القاع بتاع الجزمة اللي هو نعل الجزمة is often made of ايه مصنوع من ايه من غبر من المطاط. Number 6, if I went to استراليا لو رحت استراليا I ate my cousin يبقى I would see my cousin رقم C. Number 7, we saw a as a theater احنا شفنا ايه في المسرح. Today she is a famous singer كانت مغنية مشهورة جدا يبقى شوفنا سليبرتي رقم اي. Number 8, عادل اي بوت ذات فون if it hadn't been so expensive يبقى عادل would have might have bought. يبقى number 8, عادل might have bought his phone if الحالة التالتة it hadn't been so expensive كانت شغالي جدا. Number 9, the police A the car to stop before the thieves could drive away. The police forced أكبرها العربية أنها تقف قبل ما الحراميين يقدروا إيه يسوقوا بعيدا. I feel ill بشعر بالمرض. I wish I didn't eat أنا بتمنى إني ما كنتش كلت so many sweets حلويات إيه كتيرة. The boys A who have made so much noise in the library يبقى إذا في تو هتبقى أوت نوت تو يعني ما ينفعش اقول ماست نوت تو ما ينفعش احط تو بعد ماست يبقى خدنا رقم سي. نمبر 12, سلمى از ان انجلند في انجلترا شي ويشز ات اي رينينج يبقى هي تمنت ان ات اي ات ستوبد رينينج. نمبر 13, ات واز فيري هوت كان الدنيا حاره جدا سو وي سات بينيث ا بيج تري قعدنا تحت شجره كبيره اند هاد ريست وسيحنا. نمبر 14, علي is very tired علي تعبان جدا and wishes he ate in bed ويتمنى ان he was in bed كان موجود في السرير بتاعه. Look at that car كانت بص القطة دي it is a chasing رقم A it is chasing بتطارد a mouse far. You can go to the park وتروح للحديقة A you are home at A at 8 o'clock provided that يعني لو رجعت البيت الساعة 8. Number 17, it was easy for them كان مسهل ليهم to sail up the Nile يبحروا في النيل because there was عشان خاطر كان في wind كان في north wind يعني في رياح شمالية. We you can't drive a car مقدرش تسوق عربية unless you are 18 or older إذا لم تكن عندك 18 سنة أو أو أكبر. Many A travel to work in Cairo on the metro. Many commuters رقم D العديد من المسافرين بيسافروا كل يوم لإيه للقاهرة مترو القاهرة. Number 20, we A hurry it only takes 10 minutes to the station. يبقى we needn't hurry لا مش مستحقين إن احنا نسرع لأن هنديه كل 10 دقايق للإيه للمحطة. And we have an hour before the train goes. وعندنا ساعة قبل القطر ما يمشي. Number 21, strange weather can all over the world can occur ممكن يحصل في كل أنحاء العالم. Number 22, I regret ING saying أنا بندم على قولي that we can't go to the science museum ما داش نروح متحف العلوم next week الأسبوع اللي جاي. There are no more tickets مفيش تذاكر أكثر من كده. Number 23, there was a A and all the lights went off. كان في بواقات قطع الكهرباء والكهرباء كلها قطعت. Number 24,
My mother warned me, ماما حذرتني not to touch ألا ألمس the plate الطبق because it was very hot عشان سخن جدا. Number 25 the red team A the blue team 2-0 يبقى defeated هزمة الفريق الأحمر هزم الفريق الأزرق A 2-0. The flight from Paris رحلة الطيران من باريس was for hours late كانت أربع ساعات متأخرة. There a bad weather in France. There must have been أكيد كان في إيه طقس سيء في فرنسا. Number 27. My sister loves chocolate. أختي بتحب الشوكولاتة. But personally لكن شخصيا أنا كشخصيا بريفير إيه آيس كريم بفضل آيس كريم. The head of the school رئيس المدرسة أو مدير المدرسة is a computer checked once a year. has كلام في المضارع has يبقى مدير المدرسة بيخلي الكمبيوتر بتاعته تتفحص مرة في السنة. Number 29 we didn't to go to the exhibition because there were no more checks. يبقى we didn't manage ما قدرناش ندبر امور هنروح للمعهد عشان خاطر ما كانش في اي تذاكر جديده. Number 30 A player in the team was given a medal. هتبقى every player كل لعيب في الايه في الفريق خد ايه خد ميداليه. السؤال اللي بعديه الجزئيه الاخيره. Number 1 she studied 5 foreign languages but she is a she is fluent in only 3 of them. هي درست 5 لغات اجنبيه بس هي طالقة في ايه في 3 بس منهم. نمبر what did you ايه ماذا ايه why when you went to the bookshop last ايه last weekend لما رحت البوكشوب الليلة ايه الليلة اللي فات. نمبر ايه have to buy. نمبر 3 there are more than 2 million people في اكثر من 2 مليون بني ادم living in the ايه عايشين في الايه في ريجن في المنطقة. نمبر 4 she traveled abroad 10 years ago سافرت خير بلادنا 10 من 10 سنين and nobody has seen her since then محدش شافها من ذلك الوقت. The earth is a by the sun يبقى ايه eliminated بتنور بواسطة الشمس. Number 6 items such as paper اشياء زي الورق بلاستيك والجلاس والايه والبلاستيك والازاز should be put in the recycling bin تتحط في صفحة في صفحة الزبالة بتاع الريسايكل اللي هو بتاع عد التدوير because they can all be used أو they can all be recycled كلهم يعود استخدامهم to be used again استخدامهم مرة كمان. Number 7 he went to the barbers to have his hair cut راح للعم الحلاق عشان يقص شعره. Number 8 the ozone layer طبقة الأوزون shields the earth بتحمي الأرض from the sun's ultraviolet rays أشعة الأشعة فوق البنفسجية بتاعت الشمس أشعة الشمس فوق البنفسجية. Number 9 neither علا nor her brothers ولا علا ولا أخواتها a violent films watch violent films لأن أنا عندي neither لما تبتدي بيها الجملة الفاعل اللي التاني هو اللي بيمشي مع الفعل الفاعل التاني. Number 10 the group was a in setting up the new schools the group in influence يعني المجموعة was influence كانت مؤثرة في إنشاء المدارس الجديدة. Number 11 it was a risk to choose a work whose success depends on the skill of the teacher. It was ايه بقى يا جماعة such a risk تبدو انها ايه مخاطرة انك تختار عمل اللي نجاحه معتمد على ايه مهارة الايه الممثلين المراهقين. Number 12 he left the teaching profession ترك وظيفة التدريس in 2015 to set up his own business عشان يعمل بالبزنس بتاعه الخاص بيه. 13 A the team played well they wouldn't have lost the match يبقى had the team
هنا اف الحالة الثالثة بس فيها اف محذوفة. يبقى هاد ذا تيم، هاد ذا تيم بلايد، هي كانت الأصول تبقى اف ذا تيم هاد بلايد، بس هو هنا حذف اف، لما حذف اف راح عمل المقص بتاعه بقت هاد ذا تيم بلايد. نمبر 14 شي از ان ذا بي بي سي بوليتيكال اي كورسبوندنت، احد هي مراسلة صحفية في البي بي سي whose job وظيفتها is to report news from South Africa، يبنى أخبار من جنوب أفريقيا. Number 15 إيمان wishes she could improve، إيمان بتتمنى إن هي تقدر إيه تحسن هي performance العمل بتاعها in the coming year، في السنين اللي جاية. طبعا خدت كود دي عشان خاطر إيمان وإيه وشي هي نفس الفاعل. Number 16 the most A feature of the dinosaurs was their size، يبقى distinctive اللي هي الايه المميزة. Number 8 Number 17 she wondered who had sent her the email the mysteries، هي تعجبت من اللي بعت لها الايه الايميل للمستريس الغامض. Number 18 10 liters of petrol is not a it's not enough، طبعا مش كافي 10 لترات بنزين مش كفاية for such a long journey، رحلة طويلة دي. Number 19 long ago there were no emails، من فترة طويلة ما كانش فيه ايميلات. So we ايه لذلك احنا عملنا ايه write letters we had to، عشان كلامي كان في الماضي خدت had to لان الماضي بتاع have to. Number 20 she bent her glance on a table at a four men sat together، هي نظرت على الترابيزة اتويتش اللي فيها اربع رجال قاعدين مع بعضهم. نمبر 21 ذا استرونوت سو رواد الفضاء وينت اون اسبيس اي، يبقى اسبيس اي ووك تو ريبليس ا بروكن فيول اي بام، الاسترونوت سو رواد الفضاء راح في الاسبيس ووك مش على الفضاء عشان يغيروا الايه البامب بامب يعني مضخة الايه الوقود المكسورة. Number 22 A or an A happens when the earth and the moon are in line of the sun، هتبقى طبعا eclipse الكسوف بيحصل لما يكون الايه الارض والشمس والايه على خط واحد مع الشمس، الارض والقمر على خط واحد مع الشمس. 23 البت راوية اسكت خلود، راوية اسكت سألت خلود what she ate in the evening before، what she ate she had done، عملت ايه الايه evening اللي قبل كده المسائل قبليها. Number 24 he is trying to solve the A problem that may have caused the power cut، بيحلوا الايه التكنيكال رقم ايه التكنيكال بروبلم المشكله الايه الفنيه اللي ممكن تسبب ايه سبب قطع التيار الايه الكهربي. رامي has no money، رامي ما كانش عنده فلوس. He wishes he hadn't spent all his money yesterday، ما كانش ضيع فلوس كلها امبارح. Number 26 had مروة come 10 minutes earlier، دي هنا قصده if مروة had come if الحالة الثالثة يبقى she would have caught the drink in the pot. Number 27 the other groups with water from the east river عايز ريجيت اللي هي رقم سي. نمبر 28 شكسبير ذا بلايز مسرحيات شكسبير ايه من نوت ان تو ميني ايه لانجوجز، يبقى ايه هاف بين ترانسليتد لان هي لسه بترجع مسرحيات شكسبير لغات عديده. نمبر 29 ذا ايه فور ذا نيو فاكتوري هاز نوت بين ديسايدد يت، ذا ايه ذا سايت رقم جي الموقع بتاع المصنع الجديد لسه لم يقرر مكانه فين لغايه دلوقتي. نمبر 30 her father carried a heavy burden of responsibility، ابوها شايل ايه حمل كبير قوي من المسؤوليات. طبعا كده احنا خلصنا اهم الحاجات بتاعت المنهج بتاعنا، راجع على شغلك كويس جدا ومنساش لايك وشير وتشترك في القناه. باي باي وانت في باذن الله في الامتحان بتاعك. باي باي.